تصير في احسن العائلات. كونسيلر من نارس راح احط وزع، والله ما عاد بقى الكونسيلر اصلا. نوزع الكونسيلر كل المناطق اللي تبون تغطونها. مايلو ترى عيني عليك، فاهم؟ في شيء ركض كنه فار كذا ورا. شايفين انعكاسه بالمرايه؟ شوف زين زين. اخ بس اخ. اوكي والله في اشياء كثير نبغى نغطيها. اوكي وزعنا الكونسيلر، الحين راح نوزعه، قصدي حطينا الكونسيلر هنا بنوزعه. الله يهينكم على التوتوريال. لحظة صمت، سولفوا مع بعض لما اخلص. اوكي اوكي كذا وزعنا الكونسيلر، راح يجي وقت الفونديشن. طبعا انا اسوي ميكس بين الفونديشن وبين البرايمر عشان يرطب البشرة أكثر، وبنفس الوقت لأنه ما أحتاج تغطية مرة قوية فعشان كذا يعني البرايمر يصير طبيعي أكثر بدل ما يصير طبقة، عرفتوا؟ طيب البرايمر من لورا مرسي، والفونديشن الفونديشن اللي أستخدمه طبي في فيتامينز وأشياء من لايك جيل، شايفين؟ طبعا almost بيخلص، فإيش راح أسوي؟ راح أسوي كذا، ما أدري إذا باقي أصلاً برايمر ولا لا، يبي لي اطلب. اوكي يا باقي، راح اسوي ميكس. راح اخلطهم هنا. طبعا بين فترة وفترة اغير الفونديشن لانه بشرتي تبدأ جف او تحبب اذا استخدمت الفونديشن فترة طويلة، فيصير ابدل وارجع ابدل وارجع وهكذا. فراح نوزع، الحين راح استخدم اللوز باودر من هيلي بيوتي. نحطه على التي زون وتحت العين. طبعا انا عادي اخلي يعني اسوي ميك اب بنص ساعه لانه مو ذاك يعني مو ذاك الميك اب. اوكي وبعدين راح اخذ برونزر من كي ستارز، هذول اللي ارسلوا لي اياها زمان اعلنت عنهم، فراح اخذ البرونزر راح اوزع كل البشره عشان انا مسويه تان. طيب ونفس نفس البرونزر راح استخدمه ككونتور. اوكي وين فرشة الكونتور؟ اوكي نفس البرونزر ناخده ونسوي كونتور. طبعا انا الكونتور اسويه تحت تحت الخد كذا، عرفتوا؟ عشان يرفع الخد عندي. واسوي هنا عشان الاغلوه نفس الوقت ترسمون الرقبة. اوكي بعدين نفس البرش راح اسوي كذا، راح افعصها كذا بيدي. طبعا فرشة واحدة تسوي كل شيء عندي، وارسم الخشم. طبعا رسمة الخشم لانه انا عندي مسافة الخشم طويلة فما اطلع البرونزر للاخير، اخليه هنا للنص عشان اقصر من طول الخشم. وبعدين عشان الرفعة هذه ايش تسوون؟ تسوون هنا كذا
وكذا ينرفع الخشب. إذا كان عندك أرنبة أو شيء تقدر ترفع الخشب بطريقة. طبعا هذه أحسن طريقة عشان شفتوا شلون تحسون قصر خشمي، بدل ما هذه المسافة كلها قصرتها لين هنا، وأحط هنا عشان يبين كأن عندي دقن ويبين الشفايف يعني رويانة، عرفتوا؟ هذا تكنيكي بالكونتور. بعدين طبعا الحين راح استخدم هذا بالج جيجي حديد من مابلين، اجت القاع اتوقع قطعوه من السوق ما ادري، بس قاعده استخدم الاضاءه منه. عندي اضاءتين، استخدم اضاءه شلون اقول لكم، استخدم اضاءه وقت ما اسوي الكونتور واستخدم اضاءه اخر شيء، عرفتوا؟ ف احط جست كذا تاب، شايفين؟ بس كذا، وهنا عشان يبرز الدقن، شايفين؟ يبرز هذه المنطقة. وبعدها راح نستخدم وين البرش، اوكي وين ال نسينا شيء، المهم نسينا نحط هذا من كيكي دبليو بيوتي، هذا من حق كيم كارداشيان. احط هذا تحت العين عشان الهالات يصير كذا، يعني عشان يصير فلات، شايفين الفرق بين هذا وهذا؟ اوكي كذا يصير فلات. بعدين الحين راح نحط برونزر، بس يعني زي البلاش، عرفتوا؟ من NYX Next Professional Makeup عشان ما يزعلون، الأومبري بلاش، شايفين هذا اللي أحتاج أشتري واحد جديد. راح نسوي كذا هنا، راح نحطه هنا، بعدين راح نسوي ميكس لكل شيء، نسوي بلند الكونتور مع الهايلايت مع البلاش كل شيء مع بعض. طيب الحين جاء وقت الحواجب والعين والأشياء هذه. هذا من بنفيت جل الحواجب عشان يمشط الحواجب كذا يرفعها. راح أمشط حواجبي. شطنا الحواجب، الحين نجي للعين لما ينشف هذا الشيء. فايش راح اسوي؟ راح استخدم هذا الباليت من دوس اوف كولر ترافل، راح استخدم هذا مع هذا عشان نرسم العين. طبعا اوكي تكنيك، بما انه انا عيني مو مسحوبة فالتكنيك هذا يعطيك سحبة للعين. ايش تسوين؟ اول شيء تسوين كذا، ترسمين خط لين هنا، شايفين؟ تسوين خط كذا، وبعدين توصلين الخط كذا كأنكم ترسمون مثلث، شايفين؟ بعدين تبدون تسوون البلند على جوه، شايفين شلون يعطيكم سحبة للعين؟ طبعا مع البلند ما حيكون مرة قوي زي كذا. كذا وراح سويت الجهتين، الحين بالنص راح احط لون واحد بس. بعد ما حطينا بالنص ايش راح اسوي؟ راح اخذ الكي دبليو هذا، كي دبليو حق كيم كارداشيان، وراح احط، طبعا انا ما احب يكون مره فاتح تحت الحواجب، فراح اسوي بلند بنفس لون بشرتي عشان اخفف من حده
شايفين خففت من حدته. وكذا العين تحسونها مسحوبة على فوق. بعدها راح اسوي ايلاينر بلون بني مو اسود عشان بعد يزيد من سحبة العين. شايفين عشان تبين كذا كنا في رموشن طويلة. اوكي كذا شايفين شلون خفيف، يعني مو مره ايلاينر بس عشان يبين انه العين بعد مسحوب اكثر. الحين راح ارسم حواجبي بقلم الحواجب من نيكس بروفيشنال ميك اب. خلينا نرسم الحواجب. طبعا حواجبي بس اعبيها واطولها. شايفين رسمت الحاجب عبيته طولته. بعدين راح استخدم مسكرة الحواجب بعد من نيكس بروفيشنال ميك اب عشان يفتح حواجبي، لانه شعري فاتح فمو حلو يكون الشعر فاتح والحواجب غامقة، ومو حلو تكون الحواجب مرة شقرة، يدخلونها وسط. سوي كذا وبعدين مشطها. طيب الحين يجي وقت المسكرة، راح نستخدم مسكرتين، واحدة تطويل وواحدة تخفيف، واحدة من تارت واحدة أجدد مسكرة من ماك، هذه ماك ستاك مرة حلوة التكثيف رموش. ف شايفين بس مستخدمة تار. شايفين ما شاء الله تبارك الله شلون مش طولت. شايفين اوكي الحين راح اكثفها مع ماسكارا ماك. تخفف الماسكارا عشان ما تتكتل، وراح احط بس كذا. شايفين شلون صارت اكثف. من احط جست كذا تاب، شايفين بس كذا، وهنا عشان يبرز واسوي هنا عشان الغلو. جل noodle diet. Toy life was a soul.
التوتوريال، لا تحسبون التوتوريال لأنه أحس نفس الشيء يعني، ما بغير شيء، بس إنه يعني طبعًا أغلب أشياء يعني أومس بتخلص، هذا أومس بيخلص البرايمر، يبغى لي أطلب واحد جديد، والكونسيلر أومس بيخلص، والبرونزر أومس بيخلص، فأحتاج إني أسوي شوبينج. نعم الحين صرت 100. لحظة بدينا حركات. وش تبين؟ ليش رايحة ورا؟ اطلعي برا. نعم بدل ازعج، ترى كانوا ساكتين بس لما بديت اصور. طبعا ما عليكم الحبة اللي هنا، ما لأمها داعي، بس تصرف احسن العائلات. كونسيلر من نارس راح احط، والله ما عاد بقيت كونسيلر اصلا. نوزع الكونسيلر كل المناطق اللي تبون تغطونها. مايلو ترى عيني عليك، فاهم؟ في شيء ركض كنه فار كذا ورا. شايفين انعكاسه بالمرايه؟ شوف السيف الزين. اخ بس اخ. اوكي والله في اشياء كثير نبغى نغطيها. اوكي وزعنا الكونسيلر، الحين راح نوزعه، قصدي حطينا الكونسيلر هنا بنوزعه. الله يعينكم على التوتوريال. لحظة صمت، سولفوا مع بعض لين ما خلص. اوكي اوكي كذا وزعنا الكونسيلر، راح يجي وقت الفونديشن. طبعا انا اسوي ميكس بين الفونديشن وبين البرايمر عشان يرطب البشره اكثر، وبنفس الوقت لانه ما احتاج تغطيه مره قويه، فعشان كذا يعني البرايمر يصير طبيعي اكثر بدل ما يصير طبقه، عرفتوا؟ طيب البرايمر من لورا مرسي، والفونديشن الفونديشن اللي استخدمه طبي في فيتامينز واشياء من لايك جل، شايفين؟ طبعا اولموست بيخلص، فايش راح اسوي؟ راح اسوي كذا، ما ادري اذا باقي اصلا برايمر ولا لا، يبي لي اطلب. اوكي يا باقي، راح اسوي ميكس. راح اخلطهم هنا. طبعا بين فتره وفتره اغير الفونديشن لانه بشرتي تبدا تجف او تحبب اذا استخدمت الفونديشن فتره طويله، فيصير ابدل وارجع ابدل وارجع وهكذا. ف راح نوزع، الحين راح استخدم اللوز باودر من هيلي بيوتي. تي زون وتحت العين. طبعا انا عادي اخل يعني اسوي ميك اب بنص ساعه لانه مو ذاك يعني مو ذاك الميك اب. اوكي وبعدين راح اخذ برونزر من كي ستارز، هذول ارسلوا لي اياه زمان اعلنت عنهم، فراح اخذ البرونزر راح اوزع كل البشره عشان انا مسوي تان. طيب ونفس نفس البرونزر راح استخدمه ككونتور. اوكي وين فرشة الكونتور؟ اوكي نفس البرونزر ناخده نسوي كونتور. طبعا انا الكونتور اسويه تحت الخد كذا، عرفتوا؟ عشان يرفع الخد عندي. واسوي هنا عشان نغلوه، نفس الوقت ترسمون الرقبة.
اوكي بعدين نفس البروش راح اسوي كذا راح افعصها كذا بيدي طبعا فرشه واحده تسوي كل شيء عندي وارسم الخشم طبعا رسمه الخشم لانه انا عندي مسافه الخشم طويله فما اطلع البرونزر للاخير اخليه هنا للنص عشان اقصر من طول الخشم وبعدين عشان الرفعة هذه ايش تسوون؟ تسوون هنا كذا وكذا ينرفع الخشم اذا كان عندك ارنبة او شيء تقدرين ترفعين الخشم بالطريقة طبعا هذه احسن طريقة عشان شفتوا شلون تحسون قصر خشمي بدل ما هذه المسافة كلها قصرتها لين هنا واحط هنا عشان يبين كنا عندي دقن ويبين الشفايف يعني رميانة عرفتوا هذا تكنيكي بالكونتور بعدين طبعا الحين راح استخدم هذا بالج جيجي حديد من مابلين اجت القاع اتوقع قطعوه من السوق ما ادري بس قاعدة استخدم الاضاءة منه عندي اضاءتين استخدم اضاءة شلون اقول لكم استخدم اضاءة وقت ما اسوي الكونتور واستخدم اضاءة اخر شيء عرفتوا ف احط جست كذا تاب شايفين بس كذا وهنا عشان يبرز الدقن شايفين يبرز هذه المنطقة وبعدها راح نستخدم وين البرش اوكي وين ال نسينا شيء المهم نسينا نحط هذا من كيكي دبليو بيوتي هذا من حق كيم كارداشيان احط هذا تحت العين عشان الهالات يصير كذا يعني شيء يصير فلات شايفين الفرق بين هذا وهذا اوكي كذا يصير فلات بعدين الحين راح نحط برونزر بس يعني زي البلاش عرفتوا من NYX نيكس بروفيشنال ميك اب عشان ما يزعلون الأومبري بلاش شايفين هذا اللي احتاج اشتري واحد جديد راح نسوي كذا هنا راح نحطه هنا بعدين راح نسوي ميكس لكل شيء بلند الكونتور مع الهايلايت مع البلاش كل شيء مع بعض طيب الحين جاء وقت الحواجب والعين والاشياء هذه هذا من بنفيت جل الحواجب عشان يمشط الحواجب كذا يرفعها راح امشط حواجبي شطنا الحواجب الحين نجي للعين لين ما ينشف هذا الشيء فايش راح اسوي راح استخدم هذا الباليت من دوس اوف كولر ترافل راح استخدم هذا مع هذا عشان نرسم العين طبعا اوكي تكنيك بما انه انا عيني مو مسحوبة فالتكنيك هذا يعطيك سحبة للعين ايش تسوين اول شيء تسوين كذا ترسمين خط العين هنا شايفين تسوين خط كذا وبعدين توصلين الخط كذا كأنكم ترسمون مثلث شايفين بعدين تبدون تسوون البلند على جوا شايفين شلون يعطيكم سحبة للعين طبعا مع البلند ما حيكون مرة قوي زي كذا كذا وراح سويت الجهتين الحين بالنص راح احط لون واحد بس
بعد ما حطينا بالنص ايش راح اسوي؟ راح اخذ الكي دبليو هذا كي كي دبليو حق كيم كارداشيان وراح احط طبعا انا ما احب يكون مره فاتح تحت الحواجب فراح اسوي بلند بنفس لون بشرتي عشان اخفف من حده شايفين خففت من حدته وكذا العين تحسونها مسحوبه على فوق بعدها راح اسوي ايلاينر بلون بني مو اسود عشان بعد يزيد من سحبه العين شايفين عشان تبين كذا كنا في رموشن طويلة اوكي كذا شايفين شلون خفيف يعني مو مرة ايلاينر بس عشان يبين انه العين بعد مسحوب اكثر الحين راح ارسم حواجبي بقلم الحواجب من نيكس بروفيشنال ميك اب خلينا نرسم الحواجب طبعا حواجبي بس اعبيها واطولها شايفين رسمت الحاجب عبيته طولته وبعدين راح استخدم مسكرة الحواجب بعد من نيكس بروفيشنال ميك اب عشان يفتح حواجبي لانه شعري فاتح فمو حلو يكون الشعر فاتح والحواجب غامقة مو حلو تكون الحواجب مرة شقرة يدخلونها وسط كذا وبعدين مشطها طيب الحين يجي وقت المسكرة راح نستخدم مسكرتين واحدة تطويل واحدة تخفيف واحدة من تارت واحدة أجدد مسكرة من ماك هذه ماك ستاك مرة حلوة التكثيف رموش ف شايفين بس مستخدمة تار شايفين ما شاء الله تبارك الله شلون مش طولت شوفوا اوكي الحين راح اكثفها مع ماسكارة ماك تخفف الماسكارة عشان ما تتكتل وراح احط بس كذا شايفين شلون صارت اكثف من هذه والحين راح احط قلم بيج بس بالكورنر عشان يوسع العين اكثر من نيكس بروفيشنال ميك اب بعد عشان يعطي فتحة للعين واخر شيء هي الاضاءة والبلش وكذا الميك اب يكون خلص عندنا الاضاءة البلشر اسوي ميكس هذولي بعد من نيكس لونين واحد كذا
بيتش كولر واحد نود والإضاءة بعد من نيكس لا الإضاءة من مابلين. خليني الحين باخذ الإضاءة من مابلين هذه ماستر كروم راح أحط هنا وبعدين نفس الشيء راح أحط هنا تاب كذا بعدين نوزعها شايفين الإضاءة شلون مرة حلوة وبعدها راح ناخذ البلاش راح استخدم اول شيء النود اسم اللون سمر بريز راح نوزعه بعدين راح اخذ الثاني وش اسمه طبعا شغلة ثانية ما قلت لكم هذا مات وهذا في اضاءة glow هذا اسمه بعد summer breeze بس لانه هذا في اضاءة اوكي وبعدين وش اسوي راح اخذ شوي كذا الحمد لله كل مرة أشتري هذا لازم أطيحه وأكسره الحمد لله إني أنقذته دقيقة طبعاً تكنيك عشان يبين الخشم سلة سيف مع البلاش اللي تستخدمونه شوي سووا كذا بس تاب كذا شايفين يعطيكم رفعة خشم بس والله كذا يكون الميك اب توتوريال خلص يبغالي أفكر وش ألبس الحين ما ادري وش البس خليني افكر وش البس ارجع لكم طبعا يبي لي الروج بحط الروج اخر شيء لما افكر وش البس وصار جاهزه لبست هذا طبعا هذه البلوزه من شي ام شايفين شلون قصتها مره حلوه والبنطلون من زارا بس هذا اللي يزمع طبعا ليش لبست هذا عشان ابغى البس هذه الشنطه معاه اللي خذيته من جويارد تعطي لون للوك تخليه لوك صيفي اكثر الحين راح احط الروج راح استخدم هذا المحدد من هنداش يبغالي ابريه يي ما اقدر اشوف هنا لحظه اجيب مرايا دقيقة حدد شفايف بعدين راح استخدم الروج من مابلين رقم 133 شايفين وين الرقم 133 هذا الفلتر احسن على الاقل يبين الميك اب الحين راح اتحلق شوفي هذا الحلق ينفع زين شفت البكلة ربطة الشعر البيض دي
كذا صرت جاهزة للدينر. طبعا الدينر يبغى له ساعة إلى ما أحط كلابي وأجهزهم وكل شيء وأروح أقابل الأسيستنت لأنه تجي معي لأنه بزنس ميرينج. ف بس والله